بعض المناصب بالكسب، يعني واحد يريد يصير قاضي مثلا، هذا يدرس من جهة العلوم التي ترتبط بمنصب القضاء، ومن جهة أخرى يوفر في نفسه الشروط الأخرى كالعدالة، وحين ذاك إذا صار قابلا لذلك يتبوأ هذا المنصب. ويمكن لكل أحد من الناس أن يهيئ الشروط في نفسه حتى يصل إلى هذا المنصب، لكن هناك مناصب هي فوق مستوى الناس العاديين، بحاجة إلى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. الإنسان هل يتمكن بالكسب أن يصبح نبيا؟ كلا. إذا واحد من الناس كل عمره قضاه في طلب العلم وتزكية النفس لا يتمكن من الوصول إلى منصب النبوة، لأنها اختيار من الله سبحانه وتعالى، وذلك الاختيار يحتاج إلى اصطفاء، وهذا الاصطفاء ليس بموجود في الناس الذين لم يختارهم الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس اجوا شافوا أن هذا الصبي هو في كمال العلم ولديه معاجز، هذا يسبب تمام الحجة عليهم. يعني عندما شافوا عيسى عليه الصلاة والسلام وهو صبي وله معاجز، عندما شافوا الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام وهو صبي في مجلس واحد أجاب على 30,000 مسألة، هذا المجلس الواحد قد يكون طال أسبوعا أو أكثر، لكن واحد صبي يجيب على 30,000 مسألة في مختلف المجالات، فهذا حجة من الله سبحانه وتعالى على الناس. هذا لعله من الحكم في اختيار الله سبحانه وتعالى بعض الصبيان للنبوة أو الإمامة، وأيضا من الحكم بيان أن هذا الأمر لا يرتبط بكم أيها الناس، واحد لا يطمع في هذا الأمر، لأنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى.